متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله مساءكم بكل خير وصحة. نقدم لكم حالة الطقس المتوقعة الليلة في العاصمة الرياض ويوم الغد في عموم مناطق المملكة. كما تحدثنا نبدأ معكم بالرياض، توقعات بأجواء مستقرة في الرياض لكنها غالبا غائمة بسحب على ارتفاعات متوسطة وعالية وصغرى متوقعة بحدود 15 درجة مئوية، نسب رطوبة منخفضة إجمالا بحدود 30% في العاصمة الرياض. نبدأ معكم توقعات المنطقة أو القطاع الشمالي في المملكة مع ساعات نهار الغد، توقعات بأن تبدأ فيها أحوال جوية غير مستقرة في مقدمة لمنخفض جوي عميق يتمركز فوق الأراضي المصرية ومناطق بلاد الشام المجاورة، حيث تتأثر هذه المناطق بالذات المناطق الشمالية والغربية في القطاع الشمالي بأحوال جوية غير مستقرة، لا سيما في الشق الثاني من النهار تتهيأ الفرصة لهطول زخات رعدية متفاوتة الشدة من الأمطار مع درجات حارة عظمى في بداية إلى وسط العشرينات درجة مئوية في عموم هذه المناطق بمشيئة الله تعالى. توقعات القطاع الغربي في المملكة، توقعات بتواجد أتربة مثارة فوق العديد من هذه المناطق مع عظمى متوقعة مرتفعة الصراحة في جدة بحدود 36 درجة مئوية، أيضا منتصف الثلاثينات درجة مئوية في المدينة المنورة ومكة المكرمة، أقل من ذلك في منطقة الطائف مع تدنٍ متفاوت في مدى الرؤية الأفقية. توقعات القطاع الجبلي الجنوبي الغربي، أجواء غائمة جزئيا معظم الأحيان في هذه المناطق مع درجات حارة في بداية إلى وسط العشرينات درجة مئوية في هذه المناطق تلامس حاجة 30 درجة مئوية كالمعتاد في سواحل البحر الأحمر في منطقة جازان. التوقعات الخاصة بالقطاع الشرقي في المملكة، درجات حارة تتراوح حول حاجز 30 درجة مئوية مع ظهور تشكيلات من السحب على ارتفاعات في معظمها متوسطة وعالية. نختتم معكم توقعات المنطقة الوسطى والعاصمة الرياض، توقعات بأجواء غالبا غائمة معظم الأحيان حتى في المنطقة الوسطى مع درجات حارة عظمى في نهاية العشرينات مئوية تصل حتى 30 درجة مئوية وأكثر في منطقة بريدة، في حين تكون في الرياض بحدود 28 درجة مئوية 29 درجة مئوية في حائل مع احتمالية لأن تثار حتى الأتربة في منطقة حائل. كان كل ذلك حتى اللحظة، إلى اللقاء.